بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. سعيد ان انا نكون مع بعض النهاردة وفي الفطار بتاع الأسرة والروح الطيبة اللي دايما بتجمعنا. ف كل سنة وانتم طيبين، و ربنا سبحانه وتعالى يعني يعيد الأيام دي على مصر وعلى منطقتنا العربية وعلى العالم الإسلامي وعلى العالم كله بالخير والسلام. فاسمحوا لي أن أنا أبدأ كلمتي بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكريم، الشعب المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في بداية حديثي أن أعبر عن عظيم امتناني بهذا الحضور الكريم وسعادتي البالغة بأن أتواجد في وسط الأسرة المصرية التي أعتز بها وبالانتماء إليها، تلك الأسرة التي تجمعنا في وطننا الغالي مصر، وتعبر عن أمتنا العظيمة الأمة المصرية العريقة التي بدأت التاريخ وصنعت الحضارة وبقيت رمزاً للخير والسلام والقوة. وأنني أغتنم هذه الفرصة الطيبة كي أجدد معكم الوعد في مستهل فترة رئاسية جديدة، بعد أن جددتم الثقة والعهد بيننا في استحقاق انتخابي شهد العالم بنزاهته ومظهره المشرف. السيدات والسادة، إن الميثاق والعهد بيننا قائم على الصدق والتجرد في النوايا والعمل بتفان والاجتهاد لأقصى قدر ممكن نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، ونسعى لأن تكون مصر في صدارة الأمم. لا نلتفت لمن يسعى لتشويه الحقائق ولا لمتربسي إراقة الدماء والقتل. وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها على مدار عقد من الزمان، إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم وأحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية أساسها العلم والعمل، وتسعى نحو السلام والتنمية. وفي سبيل تحقيق ذلك دفعت أمتنا ضريبة الدم وقدمت التضحيات الغالية. وبينما كنا نواجه الإرهاب وغدره بصدور رجالنا في الجيش والشرطة، كانت سواعد أبناء مصر تشق الصخر كي يعلو البنيان في كل ربيع الوطن، في كل ربوع الوطن، وتوحدت القلوب تحت ظل راية مصر، ولم تفرق بين رجل وامرأة أو مسلم ومسيحي أو عامل وفلاح، وخلصت النوايا من أجل تحقيق النصر المبين في معركتي البقاء والبناء. ولقد كان الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات. لذا فإنني أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنة قدمت الأب والأخ والزوج والابن شهيداً كي تهب لنا الأمان والوطن، وتحية اعتزاز لرجال القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الذين وهبوا لمصر الأمن والأمان، وتحية لكل علماء مصر ومعلميها وعمالها وفلاحيها ومثقفيها وإعلاميها، كل في موقعه كان بطلاً من أبطال هذا العقد الفريد من عمر الوطن. شعب مصر العظيم، بالأمس القريب أديت اليمين الدستورية معاهداً الكل على رعاية مصالح الشعب ومحافظاً على سلامة أراضيه. واليوم أعاهد الله أن أستمر في السعي والاجتهاد من أجل رفعة وعزة مصر وتوفير الحياة الكريمة
لشعبها والحفاظ على أمنها القومي واستقلالها وريادتها ودورها الدولي، مؤكداً لكم على ما يلي: أولاً، الاستمرار في تنفيذ إجراءات الإصلاح، الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي قائمةً على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى الأولى بالرعاية. ثانياً، دعم حالة الانفتاح والإصلاح السياسي التي بدت منذ إطلاق دعوتي للحوار الوطني في إبريل 2022 والتي دعمت مخرجاتها الأولى. واسمحوا لي أن أنا أخرج هنا يعني مدة دقيقة، إحنا كنا أطلقنا النداء ده أو الفكرة ديت أو الحالة دي، حالة الحوار الوطني، في إبريل 22 زي ما ذكرت كده. والنهاردة اسمحوا لي أقول لكم أن الدكتور ضياء إداني مخرجات بتوصيات ومقترحات تتعدى 90 توصية ومقترح. وأنا بقول للدكتور ضياء وبقول لينا كلنا، بقول لينا كلنا، إحنا محتاجين، أولا أنا بشكركم على اللي تم لغاية دلوقتي، لكن إحنا محتاجين أن حالة الحوار والنقاش والتواصل فيما بيننا تستمر، تستمر في كل الموضوعات اللي إحنا محتاجين نتكلم فيها ونتناولها بكل سعة سطر. إحنا لما بدأنا الفكرة، تفضل دكتور ضياء، تفضل، لما بدأنا الفكرة ديت يعني كنا في الأول بنجد شكل من أشكال يعني لسه بداية الموضوع، يعني فكان في أخذ و يعني كان في شكل من أشكال، لكن بعد كده في متابعتي للحوار خلال الشهور والسنتين اللي فاتوا بصراحة لقيت إن إحنا بقينا عندنا فرصة أكبر وبنتكلم بشكل وبنتواصل بشكل أفضل وبنقدر نستوعب بعضنا البعض لأن بقت حالة. وأنا عشان كده بقول إن إحنا يعني خسارة كبيرة إن إحنا ما نستمرش على النتائج الرائعة اللي تحققت ونبني عليها أكتر ونتكلم في كل شيء. وأنا عايز أقول لكم دايماً لما بنتواصل وبنتحدث مش شرط أبداً إن إحنا نتفق، يعني مش لازم نتفق، بس إحنا ممكن نختلف وآرائنا تبقى مختلفة ووجهات نظرنا مختلفة ويتبقى التطبيق العملي. وهنا يعني عايز أقول إن المسؤولين مهم جداً جداً إن هم يعرضوا، لأن هم عندهم بيانات وعندهم حقائق قد لا تكون متوفرة يعني أثناء النقاش مع كل اللي بيقوموا بالحوار دوت. فده مهم ايضا ان احنا نستمر في الحوار. ويمكن الموضوع المهم قوي اللي احنا محتاجين نتكلم فيه، احنا اتكلمنا في 7 محاور، لكن انا عايز اقول احنا طرحنا واتكلمنا في خلال السنتين في موضوعات كثيره، منها الاقتصادي ومنها المجتمعي ومنها حتى قلنا يعني الانساني والثقافي والديني يمكن، لكن في المرحله اللي احنا فيها دي في تحديات كتير بانت خلال على الأقل 6 شهور اللي فاتوا، على الأقل خلال 6 شهور اللي فاتوا، يعني لسه كنا وإحنا في مرحلة فيها تطور كبير جدا يمكن تمس منطقتنا. ففي المرحلة دي اللي هي بتمس منطقتنا إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم مع بعض أكتر، لأن إحنا ممكن نجابه أي تحدي خارجي ونتعامل معاه ونقدر يعني نتجاوز مخاطره. بأن هنا الكتلة مصر، الرأي العام، الناس، المواطن البسيط زي المواطن يعني كل الناس، كل شرائح المجتمع، إن هي تبقى فاهمة إن في المرحلة اللي احنا موجودين فيها ديت مش عشان الاقتصاد بس، لا لا، احنا بنمر بمرحلة يعني فيها تطور كبير جدا في الدنيا اللي احنا بنعيشها في منطقتنا وفي الإقليم وفي العالم، وأكيد هيبقى ليها أكيد هيبقى ليها تأثير. كل ما نكون إحنا يعني الكتلة صلبة وصمدة ودعمة لينا هنقدر نجابه أي تحدي أو أي مخاطر ممكن تكون يعني
مش عايز ازود كتير في النقطه ديت واسيب لكم انتوا الكلام فيها يعني، لكن عايز اقول احنا بقالنا 6 شهور، في 6 شهور من 7 اكتوبر للنهارده، في 6 شهور، واتصور ان خلال 6 شهور دول في كثير من الامور يعني اتضحت لينا كلنا، فاحنا محتاجين نستمر في الحوار، والموضوعات اللي ليها تاثير كبير قوي على حياه الناس زي الموضوعات الاقتصاديه مهم ايضا ان احنا نفرد لها شريحه اكبر ووقت اكبر عشان يشوفوا. لو الناس فهمت، الناس مين؟ الناس كلها، الناس اللي هي كل شرائح المجتمع عرفت الحكايه، صدقوني هتبقى داعمه، هتبقى قادره، هتبقى صامده، هتبقى صابره في دعم المسار اللي احنا ماشيين بيه. والحقيقه دي مش عايز اقول تجربتي، لكن انا كنت حريص جدا خلال الوقت اللي انا بقيت فيه مسؤول معاكم، بقول معاكم مش عليكم، بقيت مسؤول معاكم عن الدوله دي، ان انا اتكلم معاكم بكل صراحه وبكل شفافيه، وما خبيتش عنكم حاجه ابدا من اول يوم ولغايه دلوقتي، وهنستمر كده. فمهم قوي ان احنا نخلي الناس كلها تبقى شايفه معانا، وما نقولش ان احنا بس يعني المفكرين فقط هم اللي عارفين، المثقفين فقط هم اللي عارفين، المسؤولين فقط هم اللي عارفين، لا، المواطن المصري البسيط ذكي ولماح ومسؤول. فأرجو ان احنا يعني نستمر، والموضوعات اللي احنا محتاجين نتكلم فيها اكتر، والحالة ديت حالة انا بقول بأقدرها وبسجل تقديري واحترامي لكل رأي ولكل مشارك فيها، بصراحة بسجل كل تقديري واحترامي لكل من شارك واللي هيشارك ان شاء الله مستقبلا يعني. معانا جميعا ان شاء الله، ان شاء الله قلبي حديد. بالله طبعا ما قلبي حديد بمين؟ اسمعوا انا يعني عشان ما اخرجش كتير من الكلمه اللي بنقولها، ويخليكي ويخليكم كلكم. انا لما بقول الكلمه ديت معناها ايه؟ معناها بالناس يعني، ما كنتش عايز اخرج قوي كتير كده عن الكلمه بصراحه، بس عايز اقول لكم على حاجه. يعني في السنين اللي فاتت لما كان بتحصل، وانا ما اقصدش لما استدعيها دلوقتي ان انا اقول يعني اسقاط على حاجه والله، لكن كان في ايام صعبه جدا عدت علينا، وكان كل حاسه بتحصل جوه مصر في اي حته، في الصعيد، في القاهره، في اسكندريه، وفي شمال سيناء، ويسقط فيها مصريين مدنيين او حتى من الجيش والشرطه او كده، يعني كان صعب علينا كلنا. لكن انا كنت شايف الناس، وانا قلت الكلمه دي قبل كده والله، انا في خلال المده اللي فاتت كلها، وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله ازاح عنا هذه الغمه ورب ما يرجعها تاني، لكن انا ما لقيتش مره واحده خلال لقاءاتي، وجدت كتير سواء في الجيش او في الشرطه او حتى في مناسبات اخرى، ما لقيتش سيده مصريه، زوجه كانت او ام يعني، وجت قالت لي كلمة يعني تألمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب. ما حصلش. الصلابة جاية من هنا. القلب الحديد مش جاي إن أنا إنسان. لو جيت أهلي مش داعمين وبيجرحوني وبيزعقولي وبيلوموني كمان على واقع إحنا بنعيشه، أنا هتأثر، مفيش كلام. لكن كان دعم الشعب المصري للحالة ديت
اللي قعدت أكتر من 9 سنين. 9 سنين. ولما بقولها النهاردة في يوم زي ده ما أقصدش أبداً غير أن أنا بسجل الاحترام والتقدير والامتنان والإعجاب بكل مصري ومصرية. ربنا شكر شكر شكر. وقدرنا عشان كده نكمل ونتجاوز المرحلة دي. في ناس كتير قعدت في دول قعدت تقاتل الإرهاب أكتر من 20 سنة وما نجحتش. هي بقت صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى. حتى في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حوالي مننا يعني قلقانة جدا جدا، وبدون شك كان الموقف صعب وما زال صعب، صعب وما زال صعب. لكن ما كانش عندي شك أبدا في الناس، أنا بقول الناس اللي هو أهلي أهل مصر، إن هم بفضل الله سبحانه وتعالى. بالله 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 تحيا مصر والدنيا كلها والوجود بالله إن شاء الله. شكل جدا. متشكر جدا. واحنا معاكم، احنا معاكم، احنا انتوا بتخلونا اخرج خالص من الكلام كده. وانتوا طيبين، وانتوا طيبين، وانتوا طيبين. انا بس عايزه متشكر متشكر. نعم. متشكرين متشكرين. فالمهم انا عايز اقول لكم، عايز اقول لكم على حاجه يعني حاسمه في حياه اي مسؤول. ما فيش مسؤول قوي الا بناسه، وساعه لما ناسه تتخلى عنه خلاص، لو عنده كرامه يسيبها ويمشي. طبعا لو طول ما ده موجود ما فيش مشكلة أبداً لأي مسؤول في الدنيا. الناس المسؤولين أقوياء والحكام أقوياء مش بنفسهم، بناسهم. احنا طيب خلاص بقى أرجع بقى للكلام، مش فيش فايدة. طيب، ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ثالثاً، وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم. يعني هطلع هنا دقيقتين بس في النقطه دي، لان احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي في عمليه البقاء والبناء، والبناء اللي احنا قلنا ان احنا نحافظ على الدوله انها ما تنهارش وما تضيعش مننا وتضيع ويبقى في اقتتال. وعملنا شغل على الارض عشان تبقى معالم دوله تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه. ولكن النقطة اللي انا بذكرها دلوقتي، ده جهد كبير جدا احنا مسؤولين كلنا ان احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة. فاحنا يعني برضو لما بتكلم على تعليم جيد احنا جادين في هذا الامر، لما بنتكلم على تأمين صحي شامل احنا جادين في هذا الامر، مش بنقوله كلام هنا بنطرحه ثم مش هيكون في برامج واضحه وقويه تحقق لنا الاهداف دي. رابعا، الاستمرار في سياسه الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدوله المصريه تجاه القضايا الدوليه والاقليميه والتي تحددها محددات وطنيه واضحه في مقدمتها مراعاه ابعاد الامن القومي المصري والسعي لاقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم،
إن قصة أمتنا على مدار 10 سنوات مضت ستكتب بحروف المجد والفخر في سجلنا الوطني، وتظل أحلام المصريين في وطن يليق بتضحياتهم وتاريخهم هي البوصلة التي توجهها إلى السبيل نحو تحقيق الهدف المنشود. وستبقى مصر بإذن الله عزيزة أبية، وطنا عظيما يتسع لكل المصريين. فمصر الوطن الذي يسكن فينا قبل أن نسكن فيه، ومن أجله نردد معا: وبالله العظيم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم طيبين.